من خرسون ينضم إلينا مراسلنا غيث مناف على الهواء مباشرة. غيث، ماذا في تفاصيل هذه الضربة التي جرى الإعلان عنها؟ بعد التحية والتقدير، بالفعل أنا في العاصمة الأوكرانية في كييف، وعدنا من رناف من منطقة خرسون. نعم، كل ما يتم ورده وسرده من قبل الإعلام الروسي هو لا يأتي بصورة دقيقة على ما يأتي هنا من قبل الداخل الأوكراني، حيث أعلن الداخل الأوكراني وأعلام الداخل الأوكراني، دعنا ننوه بأن لا مصدر رسمي حتى هذه اللحظة يؤكد ما قال به الجانب الروسي أو ما ينفيه الجانب الأوكراني، ولكن كل ما يتم سرده الآن هو من قبل مجموعة صحف أوكرانية وروسية متداولة ما بين الطرفين. الطرف الأوكراني يؤكد بأن طائرات مقاتلة وليس مروحيات من نوع M8 روسية دخلت الأجواء في منطقة دونيسك، وتم اعتراضهم من قبل مسيرات أوكرانية بدون طيار تم من خلالها إسقاط تلك المروحتين بعد محاولات عدة في استخدام تلك المسيرات في إسقاط أهداف جوية ضخمة ومهمة للغاية للجانب الروسي. لم يشيروا في مقالهم الصحفي بأنه تعرضت موقع عسكري أو موقع مدني لهذه الحادثة، كل ما جاء بأن هذه الطائرة وهذه المقاتلات المروحيات الروسية دخلتا لتنفيذ هجوما داخل المنطقة الشرقية في مقاطعة دونيتسك وتم إسقاطهما بمسيرات أوكرانية، وأن الجانب الأوكراني بالفعل هو قام بتصنيع أكثر من 100,000 طائرة بدون طيار يبلغ طولها 700 ميل حسب ما يأتي من الجانب الأوكراني. لم يشير بياناتهم بأنهم أن الجانب الروسي استهدف أو لم يستهدف. أما دعني باختصار أشرح ما شاهدناه في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية بالذات من عمليات القصف الروسي المتبادلة. الجيش الروسي لا يخشى في استهدافاته للأراضي الأوكرانية ولا يستهدف فقط المناطق والمنشآت العسكرية، بل يستهدف كل شيء موجود هناك. بالفعل ما يتم رصده هناك في منطقة خرسون وعلى بعد أقل من 4 كيلومترات تستخدم القوات الروسية والقوات الأوكرانية المدافع والهاونات وصواريخ جراد، بالإضافة إلى مسيرات استطلاعية تقوم بخصف مواقع بعد انتهاء عملية التجسس لها لدى كلا الطرفين، ولكن الكفة الأكبر هي بصالح القوات الروسية جوا كونها تمتلك بالفعل مسيرات روسية تحلق على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة في منطقة خرسون. تبدو مدينة خرسون مدينة أشباح ومنطقة على الرغم من وجود بعض من سكانها الذين لا يرغبون الخروج منها. تحدثنا مع رئيس الإدارة العسكرية هناك والمتحدث الرسمي هناك أشار بأنه قاموا بمحاولات عدة لإجلاء المواطنين من هناك، ولكن أن المواطنين أصروا على البقاء في الخطوط الجبهة الأمامية وبالقرب من خطوط الاشتباك التي لا يكاد أن ينقطع هناك صوت لانفجار أو دوي أو تحليق لمسيرات روسية وأوكرانية. نعم، غيث مناف مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من هناك.